أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجلس الاقتصادي الأوراسي سيخفض من اعتماده على القوى الخارجية. وأضاف بوتين في كلمة خلال اجتماع المجلس أنه يعمل على سد حاجة المواطنين الروس من المواد الغذائية التي تراجعت بسبب العقوبات. وفي هذا الإطار كشف بوتين أن بلاده تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتكامل الاقتصادي مع الإمارات. سندعم مساله تمديد هذه الاتفاقيه المؤقته وتكثيف المحادثات حول اتفاقيه منطقه اتفاقيه منطقه المنطقه الحره مع مصر كما ونبحث ابرام اتفاقيه تكامل مع الامارات العربيه المتحده كما اكد الكرملين ان هناك تصريحات متضاربه من اوكرانيا بشان مفاوضات مع موسكو خلال الفتره الحاليه. كما حمل الكرملين اوكرانيا مسؤوليه توقف المفاوضات ومن جانبه اشار الرئيس الاوكراني الى ان بلاده تريد استعاده حياه دوله ذات سياده داخل اراضيها مشددا على ان الحديث مع فلاديمير بوتين ضروره لانهاء الحرب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الغذاء سلاحا ويتعين على العالم منع وقوع مجاعة واسعة النطاق وفي خطابه اليومي اتهم زيلينسكي روسيا بتنفيذ سياسة إبادة جماعية واضحة في إقليم دونباس شرقي البلاد وأضاف أن القوات الروسية تمارس الترحيل والقتل الجماعي للمدنيين <applause> أعلنت روسيا انضمام زورق مدفعية مدرع أوكراني يحمل اسم أكرمان إلى القوات البحرية. وفي بيان قال الأسطول الروسي في البحر الأسود إن زورق أكرمان الضخم ترك في ميناء بريديانسك في أعقاب الهجوم الروسي على جنوب شرقي أوكرانيا أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية وصلت قصف مواقع تابعة للجيش الأوكراني في اتجاه بلدة سلوفيناسك بإقليم دونسك بشرق البلاد. وفي بيان ذكرت الهيئة أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية وتواصل إطلاق النار على الوحدات الأوكرانية وتشن ضربات صاروخية مع إعادة تجميع الحشود من جديد لمحاولة تحقيق بعض المكاسب وتعطيل سلاسل التوريد الأوكرانية وعزل الوحدات الأوكرانية عن القوات الرئيسيه في دونتسك قالت وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون ان المساعدات العسكريه لا تزال تصل الى القوات الاوكرانيه في دونباس رغم محاولات القوات الروسيه عزل بعض القوى. واوضح مسؤول بالوزاره ان روسيا خسرت عددا كبيرا من معدتها العسكريه لكن لا تزال لديها قدرات كبيره. كان الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اتهم في وقت سابق القوات الروسيه بارتكاب اباده جماعيه في دونباس شرق البلاد، مضيفا ان الهجوم الحالي على دونباس يجعل المنطقه غير اهله بالسكان. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب أعلن حربا شاملة ضد روسيا مؤكدا أن بلاده تشهد محاولات لتغيير التاريخ وتزويره من قبل الغرب وأكد لافروف في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة وحلفائها يزيدون من دعمهم لأوكرانيا ويساهمون في زيادة تعقيد الأزمة تحدثنا عن الدبلوماسية الثقافية وتم اتخاذ بعض الإرشادات والتي ستعطي دفعاً لتطوير العلاقات بين الأقاليم ولكن الأوضاع اليوم تغيرت قليلا والغرب أعلن ضدنا وضد العالم الروسي حربا شاملة والذي وصل إلى حد الهراء فقد أنهوا وألغوا كل ما هو روسي أو يودون عمل ذلك وبالأخص في شيخف وبوشكين وتولستوي وغيرهم من رموز الثقافة الروسية والذي يمثل ثقافتنا عندهم والوضع اليوم للأسف سيكون سيطول وعلينا أن على علم ودراية بأن الغرب قد أظهر وجهه الحقيقي قال رئيس الوزراء البريطاني بول جونسون ان روسيا تحقق تقدما تدريجيا وبطيئا لكنه ملموس في اوكرانيا واضاف جونسون في تصريح له تلفزيوني ان اوكرانيا يجب ان تحصل على راجمات صواريخ متقدمه مؤكدا اهميه دعم الاوكرانيين عسكريا في مواجهه تقدم روس باقليم دونباس <applause> أعلن الجيش الفنلندي أن ثلاث سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي وصلت إلى هيلينسكي للمشاركة في تدريبات وستبقى هناك حتى 30 من مايو. وفي بيان أشار إلى أن السفن الحربية الثلاثة ستشارك في تدريبات في الجزء الشمالي من بحر البلطيق وهي تدريبات تجرى على خلفية تقدم فنلندا والسويد رسمياً بطلبات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. 所以。<laughs> اكدت شركه غاز بروم الروسيه انها تواصل شحن الغاز الى اوروبا عبر اوكرانيا من خلال نقطه دخول صدجة. وفي بيان لها اضافت الشركه ان احجام الشحن بلغت نحو 43 مليون و600 الف متر مكعب بانخفاض طفيف عن 44 مليون و500 الف متر مكعب وقالت الشركه ان اوكرانيا كانت قد رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطه الدخول سخرانوفكا الرئيسيه قال وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابك ان بلاده تتفاوض مع دول عدة لتعويض امدادات الغاز الروسي مستقبلا وقال هابك ان الاتحاد الاوروبي لا يزال بامكانه ابرام اتفاق بشان حظر النفطي على روسيا في الايام المقبله وكان هابك اكد في وقت سابق ان المانيا ستكون قادره على الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها على المدى الطويل إذا لزم الأمر قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أكثر من أربعة آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي مرجحه ان يكون العدد الحقيقي اعلى من ذلك بكثير ووفقا للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان فقد قتل اربعه الاف وواحد وثلاثين شخصا من بينهم نحو مئتي طفل هذا ولم تحمل المفوضيه اي طرف المسؤوليه عن سقوط القتلى اصدرت منظمه الصحه العالميه قرارا يدين روسيا لتسببها في حاله طوارئ صحيه في اوكرانيا بينما رفضت اقتراحا مضادا من ممثلي روسيا ينفي دور بلادهم في الازمه وفي بيان ذكرت المنظمه ان القرار يلفت الانتباه الى الاثار الصحيه المباشره والغير المباشره التي سببتها العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا داخل المنطقه وخارجها ويدين الهجمات على دور الرعايه الصحيه كما هو موثق في نظام مراقبه منظمه الصحه العالميه للهجمات على الرعايه الصحيه قال وزير الزراعه الروسي ديمتري باتروشيف ان بلاده قد تبدا في بناء المزيد من السفن لتصدير الحبوب جاء ذلك في الوقت الذي تتنافس فيه روسيا مع الاتحاد الاوروبي واوكرانيا لتزويد الشرق الاوسط وافريقيا بالقمح هذا وتواصل موسكو التصدير على الرغم من الصعوبات المتعلقه بالخدمات اللوجستيه والمدفوعات الناجمه عن العقوبات الغربيه عليها